احمد عبد الحميد منورنا النهارده في تلفزيون يوم السبت. بنورك يا حبيبتي وبنوركم طبعا. اليوم السبع احلى تلفزيون. ربنا يخليك. في البدايه طبعا لازم اكلمك عن تحت الوصايه. مسلسل كسر الدنيا، دورك كان مختلف، احكي لي عن هذه التجربه وازاي اختلفت مع احمد. والله هي كانت تجربه، هي من احلى التجارب اللي الواحد ممكن يعيشها اعتقد في اللي فات وفي اللي جاي. واختلفت مع احمد ان هي اولا هي علمتني حاجات جديده بره عن التمثيل، كفكره الكرافت اللي هي اصلا بتاعه الصيد دي، حرفه الواحد يتعلمها هو ما كانش ممكن يتعلمها في اي فرصه تانية. وطبعا كاكسبيرينس ان انا اشتغل مع العظماء اللي كانوا كلهم في المسلسل، طبعا بدون ذكر اسماء، دي فرقت معايا في خبرتي وفرقت معايا في ان انا بعد كده اعرف اعمل نفس اللي حصل في المسلسل ان شاء الله، يعني يا رب. فطبعا كانت تجربه مميزه جدا. يعني تقول ايه لمنى زكي النهارده في كاس انرجي للدراما؟ اقول لها انت احلى واحده في الدنيا بجد، يعني هي احلى واحده في الدنيا واحلى فنانه واصدق فنانه، وربنا يرزقنا 10% من اجتهادها وصدقها وان هي قد ايه بني ادمه جميله. يعني احمد قولي كمان بتحضر لايه بقى خلال الفتره الجايه؟ مش هقول لك بصراحه بحضر ليه، خليها تبقى شكلك بتعمل لنا مفاجاه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب حاجه دراما ولا سينما؟ ان شاء الله الاثنين. بالتوفيق يا رب ودايما متالق ونورتنا.